بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد، النهارده هتعمل لكم كزبريه، فول على رز، اسمه فول على رز وكزبريه وازهريه، التلات اسامي اللي عاوزه تقول اي حاجه منهم تقول هعملها النهارده. والاكله دي صراحه بسيطه قوي قوي وما ولا متكلفه ولا كان. هتجيبي الفول من عندك كله ده، انت لو عندك فول مركون هتبليه تلات اربع ايام، كل يوم تبليه وتنشريه وتغسليه وتحطيه في الميه تاني، ماشي؟ على اخر يوم تالت يوم تروحي شايلاه في حته بيضه كده وتروحي ايه حطها مش مصفاه من الماء وتروحي عصراها وتروحي حطاها. تاني يوم هتبتدي نبت ايه التنبيته اهي يا قلبي، شايفين انا عاملاه وجايباه برد الفول اللي انا بقول لكم ايه ممكن تبلوه، وانا عملته كده التنبيته بتاعته اهيت زي ما انتم شايفين منبت خالص. تقوم انت تروح عاملين ايه مقشرينه وعاملين كل التكاليف ده ما تكلفكش 15 جنيه. وما تفكري تدوري تاكلي بنتك ايه؟ ابنك ايه؟ طب النهارده نتعشى ايه؟ طب الظروف مش مسامحه، هروح عامله كده، كله من بيتي مش هكلفك 15 جنيه. وده زي ما انا قلت لك، ده الفول اللي انا منبتاه قلت لكم من دي تلات ايام، كل يوم تبلوه، تغسلوه وتحطوا ميه نضيفه عليه، تلات ايام. وتروحي شايله اخر يوم هتروحي شايله في حته بيضه كده نضيفه، وبعد كده تروحي ايه؟ ناشلاه، هينبت منك زي كده. هولع الكوشه بتاعتي اهي. زي ما انتم شايفين طبعا سمنه ممنوع خالص للزهريه ديت او الفول على رز، هي حبه الزيت بس هو بيحب قدامها بس. والطماطم هتكون حمرا كده حاجه بسيطه خالص والله، من البيت جميل والحاجه في البيت حلوه. وقلت لك ممكن تشيلي في الفريزر، حاسه ان عندك حاجات كده عن الفول زياده عندك كيسيه وشيلي في الفريزر. قومي من النوم الصبح كده حاسه عندك برد، ما فيش برد بدل كسلانه تسقي شقه، روحي هاتي من الفريزر بالليل وسوي اعملي فنان، حبه كمون، بصلايا، ليمونايا، وكله بالهنا والشفا. ادي نزلت بالبصل اول حاجه، هو مش عاوز اي حاجه ولا توم ولا الكلام ده خالص، شايفين انا عودت على انزل عشان انا مش عايزاها تحمر قوي. شفت البصله جمالها. عندي الفول متفصص جاهز، طوره رز، رز ده كتير بس مش مشكله، انا بحب الكتير الزياده جنبي مني في كل حاجه. طوره رز واحده، انت هتشوف انا هعمل ايه دلوقتي. الفول على رز وقلت لكم اسمها كزبريه يا ازهريه، حاجه من الثلاث حاجات دول كده. انا مش مستوتهاش قوي عشان هي البصله حمرا كده اهو، زي ما انتم شايفين عندي طماطم نزلت عليها تغلي غلوه، بس انا هحط لها التحية بتاعها. فلفل الاسمر بتاعها اهو، ده الملح، الملح بتاعها ماشي، مش هكتر علشان ما تحيقش مني. الكمون بتاعي اهو، يا ريت لو حبه كزبره ناشفه بقى تبقى اجمل واجمل. دي حبه شطه عشان بحب ايه يبقى مشطشط، على فكره بحب اصلا انا كل حاجه احبها مشطشط. يا دوبك هي تغلي غلوه واحده بس واروح رامي عليها الفول. الفول بنزل عليه بالفول، عندي الفول مغسول ومتفصص، يتفصص زي ما انتم شايفينه كده، كل واحده لوحدها اهي. اعملوه في البيت عندكم زي ما انا قلت، بلي الفول غيري له الميه ثلاث ايام اربع ايام كده، وتروحي ناشلاه في حته بيضه زي ده كده. شفت ديت قطنة اهي زي ما انتم شايفين، يا في كيس مخده زي كده اهوت، وتعمل وتشيليه في الفريزر عندك. حاجتك في بيتك بتقول لك نعم، شايفه؟ شايفه جماله؟ اها، يا دوبك ما الطماطم تقلب بس، اهم حاجه تكتروا الايدام. الفول على رز ده كتري الايدام بتاعه، هي تتفرجي على الفول على رز. حاجتك في بيتك مزهقانه من حاجه، إيه ما فيش حاجه في البيت، الظروف مش مسامحه، انت بلا الفول وحطاه في الفريزر. ومش كل ما تعمل ينفعك، فول نبت الصبح للعيال يدفيهم، وازهريه كده وانتوا قاعدين العصريه تاكلوها يعني عشا حلو، مع بتنجان مخلله، مع فلفل مخلل، مع عيش طاري تشددي العيش، دي حاجه براحتك. خد السوا بتاعه الفول، طبعا ما برميش الرز الا لما ياخد نص سوا، شايفينه؟ ادي الفول اهو، ادي الفول بتاعي اهو، هزيده بقى شويه ميه واحيقه على قد الرز عشان ما بحبوش صايص. وبراحتك ممكن تاكليه بالمعلقه، ممكن تاكليه بالعيش، دي حاجه حريه. ما يكون دلع احسن ما يكون حادق، براحتك زي ما انتم شايفين كده. انا زدت شويه الميه، شايفينه عمل ازاي؟ احط الرز لما اشوف الرز ايه؟ الفول بتاعتي استوى نص سوا ماشي؟ علشان ولا الفول يبقى ني ولا الرز يبقى ني، يبقى ده هيكمل سوا دي بسيب دي. الفول لما يكون نص سوا وحطيت الرز ده هيشيل دي، ده يستوي ده يستوي.
حاجة بسيطة عشان ما يبقاش تخين يا جماعة، الرز يكون مغسول، حاجة بسيطة قوي. شايفينه بيغلي اهو وملحلح، عاوزة سايس أكتر من كده عادي، عاوزة يبقى ملفوف يبقى، بس أفضل يكون ملفوف كده يبقى جميل. النهارده عملت لكم فول على رز، اسمه فول على رز واسمه كزبريه وازهريه، الثلاث حاجات اللي انتوا عاوزينه تقولوا عليها ممكن تمشوا عليه، جربوه ما تنسوش تدعوا لام احمد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.